اتفضلي يلا يا جودي. قولي لنا ثمن الشمسية كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه، برافو. طيب ازاي تقدري ان انت تجمعي ثمن الشمسية من الفئات النقدية المختلفة اللي قدامنا دي؟ 20 و20 و10، برافو عليكي. هاتيهم كده جنب بعض. ممتازة يا جود. اتفضلي يا رقية. ثمن الفستان كام يا رقية؟ 150. 150 ايه يا رقية؟ 150 جنيه. ازاي تقدري تجمعي ثمن الفستان من الفئات النقدية المختلفة اللي قدامنا دي؟ 50 زائد 50. تمام. الخمسينات اللي انت عدديها دي كام واحدة؟ تلاتة. موجودين التلاتة عندك؟ لا، موجود اتنين بس. طيب هيتفضل لنا كده ايه؟ هيتفضل لنا ايه؟ 50. هنعمل بقى فيها ايه الخمسين دي؟ هنفكها ل20 و20 و10. ممتازة يا رقية. اتفضلي يلا يا جنى. ثمن الحقيبة كام يا جنى؟ 120. 120 ايه؟ ازاي تقدري تجمعي ثمن الحقيبة من الفئات النقدية المختلفة اللي قدامنا دي؟ 50 و50 و20. مظبوط. موجودين كلهم قدامك؟ موجود 50 و50. يبقى كده فاضل ايه على المبلغ؟ 20. نجمع ال 20 ازاي؟ 5 و5 و10. يبقى المبلغ النهائي هيبقى كام؟ 120. ال 120 جنيه دول كام يعني من اللي قدامنا دول؟ 50 و50 و10. 5 و5 جنيهات. برافو عليكي، ممتازه.